الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن بذكر الله تطمئن القلوب. بيسعد لي اوقاتكم حبايب، طمنوني عنكم، ان شاء الله رب تكونوا كلياتكم بالف خير. يلا نشوف الفيديو. وهي دخلنا على المول، لك ما بدنا لك بس نجيب سميد. لا لا بتستعدي عليها؟ يا الله كل هالشيء الحبل لك بيعمل يا بنات. يلا نجيب سميد لماما. سلامة قلبك يا عمري. جينا شوي على المول لهون ناخذ بس سميد، بس سميد ها ونرجع. هذول المطربانات تعرفوا لايش كويسين؟ ايش اسمها؟ للالوان. اذا جبتوا الوان تعبون او اكل بيبي طلع في ريشه، طلعي هذول مطربانات في ريشه وفي زهر. ايه هذول الملونات. طلع مية مية مستحيل. والله يا اختي وقت كان اشتريتها بس بخاف انا اخذها من هون يرحلونا. يرحلوني من هون. امشي بقى. هو الحمد لله رب العالمين كل شيء نظامي الحمد لله، بس والله الواحد ايش الله كاتب له ما بيعرف. اختي عربيه سندريلا هي خرج لاميره ترى. لا غاليه 35. لا ولا عليك عربيه سندريلا. ايش يعني هذا تضل هيك عامل لي اجره؟ ايش يوقف يعني؟ هلا هون عاملين تخفيضات على الالعاب. عم بقول لاختي وقت بدنا العاب ما بنلاقي. ترى والله هاي عاملين عليها عروضات، هاي عشان بيبي يمشي سعرها 370. هون عديت باربي طلع يعني فخمة اللعبة 100 ليرة. طلع لولو طلع ب 100 بس تفتحيها ما بعوض بيا منها شي مين القطة والهد بيضيع وكل. انا قلتها ايش حلوات كلها حلوات. يوم طلع احلى 300. اليوم اول مرة بجي، انا اول مرة بجي بلاقي كل هالعروضات عاملينها. يعني عن جد كمية العروضات هون، حتى على مكنسة الكهرباء كمية العروضات هون اول مرة انا هيك اشوف كلها. وهي بعد ما جبنا السميد وتفرجنا على العروضات، اليوم ماما رح تعملنا كبة مقلية. فهون حطت البرغر والبصل ورشة كمون ورشة سميد وشوية طحين. هلا ماما حطت لها للكبة هبرة، بس اذا حطيتوا هبرة للكبة ما بتعود انه بتقرمش، عرفتوا؟ بتصير لينة. فانتوا اذا بتحبوها انه لينة، ما بتحبوها انه مقرمش انه ميكنة شوي الى ميكنة، فما تحطوا لها هبرة. ام اذا بتحبوها لينة حطوا هبرة، واذا ما بتحبوها لينة ما تحطوا هبرة. تمام. وهي الكبة هلا بلشت ماما تديرها على الماكينة، وهون بمساعدة مرت خالي خلي لي قلبها كمان الله يعطيها الف عافية. على فكرة احنا وصلنا ماما ورجعنا على البيت فلقيت مرت خالي جاية، قالت لي والله مشتاقة لكم وجاية اشوفكم. هلا نحن بدل الطحين حطينا رغيف خبز ميكن يعني انه يابس، نقعنا شوي بالمي ودرنا مع الكبة. بنجي ودوس بندورة، وهون عبلت محمرة طيفي. لولو اعطيني الزيت اختي، زيت زيت بسرعة. هاتي اختي انتي شو عم تلفي؟ بلف لبنت احضانهم لميرة؟ اختي هاتي المرتدلة لف لك روحي. يوم لك الله لا يحرمني من هالجماعة طلع والله هيك. ايش بدها تضل؟ لمساتي خطيرة بالاخر. ايش بك ام يزن؟ ايش بك ما عم بتعرفي تصوري؟ صوري على السوا. قال حكوا لي انه انا ما بذكر اختي كم يزن هي ورا التصوير. شايفين 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 لمسات خطيرة يا عيني. هيك كون هذا هيك خالص. هلا اختي ميزان عم تساوي لنا ايش اسمه الشاي، بلاط الشاي. انا هون عم بجهز اللفه، يلا بس اخلص برجع لكم. يلا يا عمري ميزان يلا سوينا البلاط الشاي. رشيت الدنيا انزعت هلا بمسح، يلا روحي سوي الشاي. وهون ميزان هي رح تساوي لنا البلاط الشاي الله يعطيها الف عافيه. كثير من الصبايا بيحكوا لي ليش ما بتسكريها، ليش ما بتصوروا معها، ليش؟ هلا ام يزن اكثر شيء انه نحن بنلتقى مع بعض عند اهلي، هذا اكثر شيء يعني الصراحه. فما بتطلع هي وبتروح على المحل كثير، اكثر حدا انه بتروح عليه بس لعند ماما، عرفتوا؟ هلا بتجي هي لعنا بس انه قليل كثير، فمشان هيك انه نحن ما بنصور معها كثير لهذا السبب مو اكثر بس.
هلا هون انا بلشت اعمل درويش الكبه لاول مره، انه انا ما بستلم القلي هالمره. والله اجونا هيك مثل اسعاف بنات عمتي، جت عمتي كمان لعنا، هيك بيجونا ضيوف فجاه، وما في احلى من الضيف وقت بيجيكي فجاه. فوالله اجوا الصبايا كلياتهم، ناس استلمت لكم القلي، ناس استلمت درويش الكبه، وناس استلمت طبخ اللبنيه، كل ناس استلمت شيء. هلا طبخ اللبنيه هي استلمتها لولو اختي. بحكي لها لولو بتعرفي انه انت كتير شاطره بطبخات الكبيره، ما شاء الله عليها. انا وقت الطبخه بحسها بتكبر معي، بحسها ما بتعود تزبط معي، متعوده على الطبخات الصغيره اكثر من الكبيره. هلا انا حطيت معلقه نشا وحطيت بيضه واحده، وراح تطبخها بمية اللحمه. ماما سالقه لحمه، وراح نحط لها انه لحمه هيك مثل سير العصفور، مثل ما بقولوا انه لحمه هيك قطع صغار، بدل ما اللحمه انه نقليها تقليها. هلا انا حسيت الطريقه هي اللي عملتها اختي مثل الارمان، بس انه هي مع رز، كثير طعمتها طلعت طيبه. يوم يسلم ايديكي يا اختي ويعطيكي الف عافيه. هلا هون بنت عمتي بلشت بقلي الكبه، هي مو عم بقول لكم انه هي اللي استلمتها، كمان الله يعطيها الف عافيه. هلا تعالوا ندردشنا هيك شوي، وهن عم بيشتغلوا الصبايا. هلا مثل ما حكيت لكم بالفيديو انه ما عم نسخن نشتري شيء ابدا، انا عم نخاف انه باي لحظه انه ننزل على بلدنا. هلا نحن ما خوفنا انه نحن ننزل على بلدنا، لاني باخر شيء انه رح ننزل، بس الخوف اكثر لحدا، يعني العالم اللي عندها شباب، اللي جوزها لساته صغير، اللي مو خادم عسكريه، هدول اكثر شيء انه بينخاف عليهم. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني بجوز هالشيء انه هو عم بصير خير بحقنا، بس انه نحن خوفانين، وبس انه نرجع او كذا نقول لا الحمد لله رب العالمين انه هيك الله كتب لنا ورجعنا لبلادنا. ما حدا بيعرف شو رح يصير معه، بس كل شيء عم بيصير معنا اكيد وان شاء الله هو خير بحقنا. هلا هون بنت عمتي عم تقلي الكبه وبتغمق لونها، فقلت لها يا عمري لازم تكشفيها شوي لاني هي بدها تسخن. بس طلعت شو كبه، يوم يسلم ايديكي يا ماما ويا مرت خالي ويا عمتي، والله يعطيكم الف عافيه يا رب. وانه بالاخير يعني هاد كله اللي عم بصير معنا كله ان شاء الله باذن الله انه خير بحقنا، وبالاخير مرجعنا لبلدنا. يعني وين نروح؟ قد ما رحنا وتغربنا وبعدنا، بالاخير رح نرجع لبلدنا، اسمنا لاجئين. هلا هون عندي انا بتركيا خصوصي اسطنبول قيصري، هدول يعني المناطق عند غازي عنتاب، هدول كتير نسبة كتير كبيرة انه نزلوا على حلب. هلا اكتر العالم اللي نزلت، هلا قليل اللي يكونوا نظاميين، اكتر ما عندهم كمليك، اللي ما عندهم نفوس. يعني هون البيت اذا كان رخيص بتلاقوا ما فيه نفوس، عرفتوا؟ فكل حدا سكن بيت وما له نفوس، هدول كلهم يا نزلوا يا ترحلوا، يا الله هيك كان معهم وراحوا عبلاد الله الواسعة مثل ما بقولوا. هلا هون احكي لكم، قال شو اجت بنت عمتي تتصورني، فانا حطيت للكبة لحمة، فشو صار؟ كتير دهنتها صارت كتيرة، فقلت لها وقفي شوي بس هيك انا اشتف له الدهنة للقرص انه مشان يلزق معي بعدين كملي تصوير. فقالت لي يا مو منك، قلت لك ان شاء الله بدي اضل ساعه بسكرها قدامهم، والله ما بتتسكر معي في عمرها. وخلي لي قلب كل الصبايا اللي اشتركوا بقناتي الجديده اللي نزلتها على المنتدى امبارحه المساء، ويوم والله انه انتم كفو وما في مثلكم، احلى متابعين واخوات بالدنيا كلها، والله لا يحرمني منكم يا رب. هلا هيك الطبخات صاروا جاهزين، بس ضل انه نقوم نطبطب بقى محل هالورشه اللي عملناها ونخلص. هلا اغلب البنات انه بيكتبوا لي بعد ما بتطبخوا بتخلصوا انه كلكم بتروحوا على بيوتكم. هلا طبعا ما بنترك شيء لماما ابدا، واغلب الاحيان انه بتضل تنتين من بيناتنا، وانا على طول يعني على راس القائمه، بدل مثلا الساعه 11 12 10 هيك، يعني بسهر عندهم انا واخواتي، مساعد ماما، ما بنعيف علينا شيء ابدا، لا جليله مسح اراضي لا مسح غبره، المهم انه بنخلص كل شيء وبعدها منتيسر على بيتنا بحمى الله، كل وحدة على بيتها مع أولادها. Thank you.
وشوفوا شو وصل لأميرة، مشان هلا إن شاء الله بدي أعلمها كمان حاجتها. فصارت هي لأني هلا صبية فلازم أعلمها، فجبت لها شيء إنه يرغبها إنه تتعلم عن نونو، وجبت لها هذا الشيء. فهلا رح أورجيكم إياه، بس افتحها هون التصوير اللي عم صوره بنت عمتي اللي عم تصورها إياه، وأنا كنت جوا عم بشتغل في الكبة، فمشان هيك إنه هي ما عم تحكي، بس ميرا ما شاء الله عليها هي المستلمة الحديث. وهيك بكون خلصنا وصارت السفرة جاهزة، والله يعطيهم ألف عافية للبنات، وانتو أكيد ما نسيت تحطوا لي لايك. تسلم إيديكم كلياتكم. إيه أكتر واحد تعرف السفرة علي، يمكن ما ورجاني وجهه لخلصنا. وخلي لي قلبكم كلياتكم، والله لا يحرمني منكم يا رب. يلا ورجوني همتكم على اللايكات الحلوة اللي بدكم تحطوا لي إياها. هلا انا طلعت على الترند على هالنوعية النونيات، انه شقد سعرهم، سعرهم بالترند 1500 1200 هيك سعرهم. الصراحة انا استكترت كتير بسعرهم. وفجأة انا واختي ماشيين فشفنا محاملين عليها عرض، قالت لي اختي صلى بجي اكتر من سنة انه محطوطة بهالمول، كانت محطوطة بمول الشوك، فعاملين عليها عرض 299 يعني 300 تقريبا. فوقت شفت انه هيك سعره قلت والله بغضة، يعني هاي نفس العادية، العادية انه هدولك مثل ما تديرهم كراسي صاير سعرهم 150. فقلت لا هاي موديل احلى، حتى قلها من فوق هيك مثل ضوء وبتكبسي انه يعني المي وما مي، فهيك عم يرغبوا الاولاد مشان يعلموا بسرعة. شو بدي احكي لكم، عميرة وقت شافته لا عاد خلت، لا عاد تركته، ولا عاد خلتني انه اصور، ولا عاد خلتني انه اعمل شيء، فكتير تنزقت منه الصراحة. طلعوا متبتة بغراضة بإيدها وما بصير إنه حدا يدقرها، إنه خلاص هي إلها. حتى في مع إنه رسمة قطة هاي بدي أحطها هون ألزقها، لك حتى ما عاد تخليني إنه أنا ألزق لها إياها، كتير صارت تبكي. فمشان هيك إنه أنا لغيت الصوت مشان راسكم ما يوجعكم من راس ميرا، فأنا هلا قلت رح أقلعها وأركب لها إياها وأشوف منظرها كيف رح يصير بالأخير. هلا هي شوفوا إلها شقفة صغيرة، هي إنه فيكم تشيلوها تعزلوها عنا، والهذا فيكم تثبتوه بالارض، صاير معه تحت الاجرين انه مثل هيك لازق، يعني شلون لازق هذول هيك بلزقوا على الارض، خصوصا اذا حطيت شوي مي ولزقتهم بلزق على البلاط لزق كويس. فيلا الزق القطه اشوف رح اخربط. هاي بس تحطي تلزقي وتقلعي، تلزقي وتقلعي بتتشرك، فلازم تلزقيها لزق احترافي مثل ما بقولوا مشان ما تتشرك موديل الصوره. طلعوا لزقتها لزق معلمية، احلى شي رباطة ميرا في ايدي. فقلت لها هاي شو عم تعمل في ايدي، عملتك وزتيت عزي وكملت لزق القطقوطة. وهيك بالاخير حطيتها على الزيق ومسكت ميرا حتى اختي تصور لي اياها. شو رايكم فيها، انه سعرها غالي ولا حلوه، ولا مثل ما عم بقول انا انه برغب بترغب الاولاد انه يعلموا بسرعه. هلا راح تسالوني ايش قد صار عمر ميرا حتى انه بدك تعلميها. هلا ميرا ضل لها تقريبا شي شهرين ثلاثه انه بتطبق السنتين، فاذا احسنت اعلمها ما راح اقول لا. ولهون حبايبكم وصلنا لاخر فيديو.